يعني بصي، انا من اظرف الحاجات اللي حصلت، طبعا انا الحمد لله الحمد لله جالي كلمات تليفون كتير جدا، ففي تليفونات انا ما برد. المهم في تليفون انا رديت عليه، ست شيك قوي وقالت لي كلام حلو قوي ومبسوطه، ومبسوطه قوي من الكلام اللي انت قلتيه، لان انا كان نفسي اقول الكلام ده لبنتي، وكان نفسي كده، وقلت لها ميرسي وكده، وقالت لي يعني انت هديتيني، يعني انت طفيتي، قلتي يعني ريحتيني نفسيا. قلت لها ميرسي خالص وبتاع. فبقول لها طب حضرتك؟ قالت لي انا والده امينه خليل. مامة أمينة نفسها مش عارفة تقول لها الكلام ده. فكلنا، هي مش قادرة تقول لها الكلام ده، فهي اتبسطت ان انا يعني انا لو عارفة كده كنت فشيتي كلها. هلا، انت متعاطفة مع الام ولا مع عليا؟ هلا صدقي لا، مع الام. مع الام. الام طبعا الام، بس مش كده، مش كده على يعني. فكرة هي الجدة يعني اقل حدة شوية. الام بتنفذ بالحذافير من غير ما تفهم، ومهمة قوي انك انت، وهي الام قالتها في جملة امبارح، قالت لها لا انا ما عملتش كده، انا ما خنقتكيش. الام، بس هقول لك ليه الام، ان الام برضو وقت من غير جوز، يعني الست لما تتحمل مسؤولية من غير أب وتبقى هي المسؤولة، يبقى الحملة أثقل، فبتبقى أرزل، فبتبقى أنا بتبقى راجل وست، فبتحرم البنت أو ولادها من حتة الأمومة الدلع والحاجات دي، لأن في حد هيشد. لكن لما يبقوا لوحدهم خالص، هي بتبقى الأم والأب، فبتبقى شديدة أعنف عشان تعرف تربط، عشان تعرف تعمل كنترول. لكن لو دلعت الام الطيبه بتاعتنا يا حبيبتي ويا روحي هتضيع طبعا. فانا مع الام، يعني مع الام بس مش بالحده. انت ام يعني شديده هاله؟ إيه لا، ده انا تافهه جدا. لا لا، انا صاحبه بنتي خالص. لا ده انا عيله صغيره معاهم يعني عيلة. لما تكبر بنوتك وتقول لك يا ماما انا عايزه اقعد لوحدي، هتعملي ايه؟ هي عايزة أقول لك إنه أنا معاكم. أنا سامعينك، اتفضلي. أنا بنتي كانت عند واحدة صاحبتها، شافت مامتها بتضربها بالشبشب، فرجعت بتقول لي مامي أنت ليه ما بتضربينيش بالشبشب؟ بليز. يعني البنت، يعني دي الأم المصرية الأصيلة. الأصيلة، الشبشب جزء من التقاليد. فهي حبيبتي بتسمع من اصحابها انه الامهات بيضربوا كده، فليه يا مامي ما تسميش؟ يعني انا لما بزعق لاولادي بيقعدوا يضحكوا، فانا نفسي يعني بيقعدوا يضحكوا جامد، ما اعرفش ليه، يعني بحاول ابقى جاده شويه بس بيضحكوا مش عارفه ليه.